مرحبا مدينه. كيف؟ مرحبا سعاد لعبازي سופרת ומשוררת פמיניסטית אלג'יראית שחיה בצרפת היום. אותה הכרתי דרך הפייסבוק שפנתה אליי וביקשה טקסטים שכתבתי לאנתולוגיה בצרפתית. סועד היא כמו הגיבורות ביצירות שלה. עברה מסע אישי מאוד מטלטל בדרכה לשחרור מהחברה בה היא חיה, ולכן היא כתבה את טונג'ז, רומן שמתאר ארץ חדשה ובטוחה עבור נשים. סועד, מלאני בי אסאל על המחל תבע. ليه تركت الجزائر؟ أول مرة تركتها لما كان عمري 23 سنة، يعني مباشرة بعد الدراسة في الجامعة. أنا درست أدب ولغويات بالفرنسي، وتركتها وقتها لأنه كان بالنسبة لي طريقة الوحيدة للتنفس. كنت حاسة حالي أختنق في مجتمع كان خانق بالنسبة لي، وانا يعني في الكثير من الشابات والشباب في العالم، مش غير في الجزائر ولا في تونس، كان عندي رغبه في التعرف على مجتمعات ثانيه. كنت حاسه حالي كاني انا كل مره نطلع برا كانه طالعه على حرب، طالعه على معركه. في هذا ولاسباب اخرى ما كنتش حاسه حالي في بلد فيها نطور ونحس حالي عايشة بأمان وبحرية. فوقتها طلعت لتونس وعشت في تونس، كنت أستاذة فرنسية في تونس. اختلفت التجربة بتونس سعاد؟ نعم. إليك كمرأة؟ نعم، اختلفت التجربة بالنسبة لي في تونس. ومن أول دقيقة، من أول ساعة حسيت في واحدة، هي عامتها كان 91، حسيت اختلاف كبير. يمكن كمان لأنه قدرت بسهولة، وهذا كان شيء من سبع يعني مستحيل في الجزائر، حصلت على قدرت أجر مكان، يعني شقة. هذا كان أول تحرر لي، إنه كنت نقدر نطلع من العيلة ونسكن في مكان، يعني نشتغل ونأجر مكان، وهذا كان شيء مستحيل في 1990 في الثمانينات، مستحيل في الجزائر. تركت في 2002، تركت تونس لأنه صارت الأجواء خانقة من نظام بن علي، خانقة من قبل بس صارت مع الأيام أكثر. ما كان تقدري تحكي عن السياسة في أي مكان، لا في التاكسي ولا في المقهى ولا، وكان في كثير ناس يوقفوهم وناس ما يقلقوهم في حياتهم، لأنهم كانوا يعرفوا أنهم كانوا ضد النظام. فوقتها أنا صرت أحس بملل وطلعت لتولوز، طلعت لفرنسا ورجعت للجامعة، رجعت أدرس، عملت دبلوم جديد في فرنسا. أنت مع ثلاث هويات، في الهوية الجزائرية الأولى وفي التونسية وفي إسلا الفرنسوية. إيش معنى إنه تنتج، لا أول إشي إنه تكوني امرأة مع هاي الهويات، وإنه كمان تكتبي وتنتج من هاي العوالم أو من هاي الهويات؟ يعني الإنتاج في ثلاثة. فأنا عندي هويتين اللي أضفتهم على هويتي الأولى، على أساس إنه أنا نحب نشوف حالي من برا. قلتي قبل إنه أنت ما موضوع إنه تكوني أديبة وروائية ما كانش على الأجندة بالأول، كيف صار؟ كيف صارت سعاد أديبة وروائية؟ كيف صرت أديبة وروائية؟ مريت بأزمة كبيرة ووقفت عن العمل ومرضت، يعني صار عندي انهيار عصبي. فبعد لما صار الانهيار العصبي أخذت دواء مضاد للانهيار، ولما صرت أتعافى فكرت، قلت أنا سعاد أنت عمرك هلا 44 سنة من 43 سنة، إيش يقدر ينقذك؟ كيف، ما هي النجاة؟ نكي كشخص، يعني كفرد، كمواطنة، فكان بالنسبة لي الجواب بديهي، كان الكتابة.
الكتابة والنشر، يعني الكتابة ما كانتش كافية، كان بدي أنشر. فوقتها كتبت أول مرة، كتبت الرواية، أول رواية كتبتها بطريقة شعرية، كأني كتبت قصيدة طويلة فيها 200 صفحة. بعدين راجعتها وعطيت لها شكل، فكرت أنه تكون أسهل للنشر من شان دور النشر تقبلها. وعلى فكرة الرواية طلعت من يومين للمرة الثالثة مع دار ثالثة للنشر. فتنجز تحدث في بلد خيالي فيه النساء والرجال منفصلين. من أجت الفكرة؟ شو القصة؟ هي قصة تنجز. تنجز يعني تونس والجزائر. من تونس والجزائر يعني من تجربة شخصية حميمية كونت بلد اسمه تونجز، يعني تونس والجزائر. وهو بلد كونته امرأة اسمها للا نوبية، يعني السيدة نوبية، مع اثنين بنات الخالة وبنات العم، هربوا مع بعض لإنشاء للحرية، ليتحرروا من مجتمعهم. بدنا نروح على الأنطولوجيا اللي أصدرتيها سعاد، اللي هو يعتبر عربيا وعالميا عمل اللي هو جدا نادر، لأنه أنت اخترتي كتاب غير معروفين أدبيا وعربيا وترجمتيهم من اللغة العربية إلى الفرنسية. احكينا شوي عن فكرة المشروع، منين أجت فكرة أنطولوجيا لكتاب غير معروفين؟ فكرة الأنطولوجيا جاتني لأن من تجول في فيسبوك، لأني كل مرة كنت أقرأ لنصوص تعجبني، نصوص شعرية قصيرة ولا طويلة لشعراء غير معروفين من العالم العربي، يعني يكتبون بالعربية. فأنا نعرف بيت شعر ينشر كل سنة أنطولوجية أو اثنين، عدد أو عددين، من شعراء العالم، من شعر العالمي. فاقترحت عليهم، قلت لهم إيش رأيكم نقدم لكم نصوص لما ينتج حاليا في العالم العربي من طرف شعراء وأدباء غير معروفين كتير. فقالوا لي أوكي سعاد، ياريت، منيح. قلت لهم لأنه أنا نحب نعرف على الشيء الجديد. فشيئا بعد شيء يعني اخترت، وصلت لي لتقريبا 100 شاعر، فأخذت منهم 95 واحد وحدة، بين فين هال 95 فيه 64 شاعرة. كيف كانت ردود الأفعال على شيء جديد من نوعه بالعالم العربي شعريا؟ ردود الفعل عن الأنطولوجية لما طلعت في فرنسا، اللي شافوها كلهم عجبتهم كثير. دور النشر، يعني الناشرين والناشرات، صار بالنسبة لهم شيء كتالوج فيهم يختاروا فيه أسماء للتعرف على شعراء، يمكن يختاروا منهم شعراء بدهم يطلعوا لهم كتب، ينشروا لهم كتب في فرنسا. مشاريع مستقبلية هيك، حلم كمان، حلم بتحب تحققي أدبيا؟ بالنسبة لمشاريع المستقبل، أنا عندي كتب حتطلع، عندي كتاب صغير حينشر في آخر هذا الشهر، شهر أبريل، كتاب يحكي عن الاغتصاب بطريقة شعرية. هذا منشور في باريس من دار نشر، من ناشرة نسوية، لا يعني ما تنشرش إلا مواضيع نسوية، يعني على الفيمينيزم. وعندي كتاب ترجمة للشاعر الكبير جدا المحبوب العراقي من كركوك، فاضل العزاوي. فاضل العزاوي ترجمت له تقريبا قديش من النص، يعني في كتاب يتجاوز 100 صفحة، هيطلع باللغتين، طلع من يومين في فرنسا. وهذه أول مرة يطلع كتاب، ينشر كتاب لفاضل العزاوي، وأنا هذا بالنسبة لي إنجاز مهم جدا. يعني هل تشتاقين للجزائر؟
والله هي لا والله ما نشتاقش للجزائر ما نشتاق لتونس تونس حبتني وحبيتها يعني تونس تونس صارت بلدي يعني لما نقول أنا لما مثلا لما أغلط نقول رايحة على البلد ما أقولش رايحة على البلد نقول رايحة على تونس هذا معنى أنه البلد ما عندوش معنى دائما يكون البلد الأصيل أما البلد اللي اخترته أنا اخترت تونس اخترت تونس تكون بلادي الأولية لأنه هيك يعني أنا ارتحت كانت عندي حياة جميلة في تونس وبعدي عندي حنين لتونس ونتصور أنه في يوم من الأيام نرجع نعيش في تونس لأني شوية كمان ملل صار عندي ملل من فرنسا ومن الغرب ومن أوروبا ليه مليتي بالغرب؟ مليت بالغرب لأنه يعني حكايته فارغة أوكي طب قوليلي شو يعني حكايته فارغة؟ حكايته فارغة لأنه صاروا هم صاروا بلدان قديمة بالنسبة للأشياء اللي صايرة حالياً في ثورة في الانتفاضة في السودان وفي الجزائر وهم هون يعني صاروا هم متخلفين بالنسبة لهالثورات سعاد إيش بتحلمين؟ إيش نحلم؟ نحلم بعالم يكون أسهل بالنسبة للنسوان ونصيروا إحنا عايشين في دول فيها قانون وفيها على الأقل شبابنا ما يطلعش ويتغرب بالطريقة المرعبة اللي يتغرب بها ويغرق في البحور نحلم بعالم ما يصنعش جيوش وأسلحة يشتروها ناس يضربونا ويقتلونا بهم يعني نعم أوكي شكرا جزيلا ممتع اسمعي ملان بعدين دي ملان أسأل بس لأنه أنت كمان وقتك مش لا نهائي يعني بس إلي غير كثير وإلي دائما مجدد شكرا شكرا باي. ان سعاد היו מלא חיבורים אישיים ומקצועיים, אבל היו שני משפטים שהיא אמרה ונחרטו לי בזיכרון. הראשון, זה שצריך להפוך את העולם למקום בטוח עבור נשים, רק שבעיניי זה לא תפקידן של נשים, אלא גם תפקידם של גברים בתור שותפים לתהליך הזה. המשפט השני, זה שהכתיבה הצילה אותה, הכתיבה גם הצילה אותי. אני חושבת שכתיבה זה כלי מאוד חזק שבמצאותו אנחנו כנשים יכולות לשנות את המציאות. בשיחה הבאה שלי במסגרת שיחות מהמזרח התיכון, אשוחח עם אנה סלמה, שהוא פליט ואמן פלסטיני, שגם הוא מנסה לשנות את המציאות בדרכו שלו.